تعرضت وطلقت الثلاثة والحمد لله. يعني الطلاق من الانطلاق. ليه بقى؟ ليه؟ مش لأني إنسانة مش لأني إنسانة، أنا إنسانة طبيعية وبسيطة ومنطقية، ولكن عقلي لا يمكن أن يقبل أن يتحكم في عقل أقل مني، غبي يعني. يعني مثلا يعني لما زوجي يعني أديكم مثلا، يعني موضوع القوام، كان أنا زوجي الثاني كان رجل قانون وبيفهم في القانون وعايز يحكمني بالقانون وبالقوام، فكنت بناقشه، وبعدين درست القانون مخصوص عشان اناقشه. هو طبعا ما كانش بيقدر يناقشني في الطب لانه ما يعرفش حاجه في الطب، لكن انا درست القانون فبقيت اناقشه، واحد زائد واحد يساوي اثنين، كذا يعني كذا، انت تخرج وتلعب وتبقى حر ويبقى لك صحاب، يعني هو عاوز يلعب ويبقى له صحاب بره، وانا ويبقى له صديقات واصدقاء، وانا ماليش اصدقاء خالص، حتى النساء بغير النساء تصوروا، يعني عاوز المراه دي ملكيه كامله له، متاع المراه متاع الرجل، لكن الرجل ليس متاع المراه. فانا قلت لا، ما ينفعش ده ابدا، ما ينفعش، انا عندي عقل بيشتغل من الطفوله، ازاي اقبل الظلم؟ انا طبيبه وبحط ماهيتي في البيت، يعني انا بانفق قد ضعف اللي هو بينفقه، هنا مهم قوي القوه الاقتصاديه، مهمه قوي للمراه ان انا بانفق زيه واكتر، ان انا مخي بيشتغل زيه واكتر، وعندي مهنه طب زي القانون. الله، طب ليه بقى يتحكم فيا وليه يمنعني ان انا ما يبقى لي صديقات واكون حره واخرج بره؟ ما هو بيخرج ويسهر، ليه انا اللي اشتغل اطبخ وهو يجي عايز يلاقي العشاء جاهز والغدا جاهز؟ الله، طب ما انا كنت في المستشفى بشتغل واعمل عمليات. ابتدى هنا بقى، هنا العبوديه اللي احنا ورثناها، وده بيحصل لجميع الزوجات،